مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. عيد الأضحى المبارك، نتمنى لكم من الله سبحانه وتعالى عيدا سعيدا وأياما مباركة دائما عليكم. نرحب بكم في هذه المناسبة السعيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويسرنا أن نهنئكم بهذا العيد الذي يحمل في طياته أسمى معاني التضحية، متمنين لكم عيدا مليئا بالفرح والسرور وأياما مباركة تجمعكم مع أحبائكم في سعادة وأمان. كل عام وأنتم بخير. في تغطيتنا المباشرة هذا اليوم سنلقي الضوء على استكمال الحجاج لمناسك الحج في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والتقوى، كما سنتعرف على فضل الحج ومناسكه المتبقية وكيفية الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث ما زلنا نتابع هذه الصورة على الهواء مباشرة أمامكم من مشعر منى، حيث توافد الحجاج مع بزوغ فجر اليوم بعد أداء طبعا ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على صعيد عرفات أمس، ثم قضاء ليلتهم في مزدلفة في جمع الجمرات. واليوم وصل الحجاج إلى مشعر منى، شرعوا في رمي جمرة العقبة الكبرى اتباعا لسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نشاهد الآن من الأعلى، طبعا نشاهد الآن هذا المكان وهو رمي جمرة العقبة الكبرى، ونرى الآن هذا الحائط وهو الذي يقوم الحجاج برمي الجمرة فيه. نشاهد الحجاج الآن وهم يرمون هذه الجمرات في اتباع لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعدها يبدأون في نحر هديهم وحلق رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة. وبينما نتابع هذه اللقطات المباشرة لحجيج بيت الله الحرام وهم يخرجون من منى سواء لرمي الجمرات أو بعد الرمي يذهبون للهدي، دعونا نتعرف أكثر على بقية المناسك المتبقية. سينضم إلي عبر الهاتف من القاهرة الشيخ سامح عثمان من علماء الأزهر والأوقاف. يعني فضلت الشيخ، تحياتي، كل عام وانت بخير. وحضرتك والسادة المشاهدين بكامل الصحة ومنفور العافية. أمين يا رب لنا جميعا. يعني طبعا نحن نتابع الآن صورة على الهواء مباشرة من مشعر منى، ماذا يقوم الحجاج بفعله في أول يوم لعيد الأضحى المبارك بعد الوقوف بصعيد عرفات وهو ركن الحج الأساسي؟ الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، الصلاة والسلام. طبعا لما انتهى الحجيج من الوقوف بعرفة اتجه إلى مزدلفة، وهو في مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين. نعم. ثم بعد ذلك كان له البيات في المزدلفة، وبعد أن بات في المزدلفة أصبح الصباح وصلى الفجر وفجر العاشر من شهر ذي الحجة اللي هو يوم النحر. نعم. وبعد صلاة الفجر اتجه إلى المشعر الحرام، ومزدلفة كلها مشعر حرام، وأخذ يذكر الله تبارك وتعالى كما قال ربنا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نعم. وبعد أن يذكر الله عند المشعر الحرام بعد شروق الشمس يتجه إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات. حضرتك الحاج مطلوب منه في يوم النحر اللي هو النهاردة العاشر من ذي الحجة أربع حاجات يعملها في يوم النحر. نعم. الأمر الأول إن هو بيرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ده أول حاجة يعملها، يعني يصلي الفجر ويبدأ بعديها رمي الجمرات. نعم.
طبعا هو بيصلي الفجر، وبعد صلاه الفجر ينتظر في مزدلفه الى شروق الشمس، وبعد نعم شروق الشمس يتجه الى منى. طبعا هو حضرتك بياخد معاه الجمرات من مزدلفه، او ممكن ياخدها من اي مكان، ويذهب الى منى، ويبدا ان هو بيرمي جمره العقبه الكبرى ب7 حصيات مع التكبير عند كل حصاه. ولابد ان الحاج يحرص ان الحصى تقع في الحوض لو حوالين العمود اللي هو بيرمي نعم فيه الحصى. نعم طبعا بعد ان يرمي جمره العقبه الكبرى ب7 حصيات. طب اسمح لي قبل ما ننتقل من رمي الجمرة، نعم ما رمزية وهذا الركن وما أهميته وما رمزيته؟ طبعا هو بيرمي هنا الشيطان، لان نعم الشيطان اراد ان هو يفسد الامر بالنسبه لسيدنا ابراهيم عندما امر بذبح ولد اسماعيل، اراد ان يفسد عليه هذا الامر، واراد ان يحول بينه وبين تنفيذ هذا الامر، الا ان سيدنا ابراهيم عليه السلام تغلب على الشيطان وسارع بتنفيذ امر الله، وهنا قال ربنا وفديناه بذبح عظيم. نعم فالشيطان سعى ان هو يذهب الى السيده هاجر، وان هي بحيث ان هي تجعل سيدنا ابراهيم ما يتمش هذا الامر، ولكن السيده هاجر قالت له فليطع امر الله. فلما ذهب لسيدنا اسماعيل واراد منه ان هو يعني يكلم ابوه عشان ما يعملش معاه هذا الامر، فسيدنا اسماعيل قال فليطع امر الله، فالشيطان راح لسيدنا ابراهيم يعني في وقال هذه القصة هل تجسد الشيطان أمام سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل والسيدة هاجر؟ نعم، تجسد الشيطان في صورة رجل، كما جاء في بعض الروايات أن الشيطان أراد أن يحول بين سيدنا إبراهيم وبين تنفيذ أمر الله، فتجسد في صورة راجل وذهب إلى السيدة هاجر وقال يا هاجر أتدرين أين يذهب إبراهيم بابنه؟ فقالت لا، فقال لها أنه يريد أن يذبحه، فقالت له لما؟ قال إنه يزعم أن ربه أمره بذلك. فقالت سيدة هاجر فليطع أمر الله، فتركها وذهب إلى سيدنا إسماعيل وقال له يا إسماعيل أتدري أين يذهب بك أبوك؟ فقال لا، فقال له إنه يريد أن يذبحك، فقال لما؟ فقال إنه يزعم أن ربه أمره بذلك. فقال سيدنا إسماعيل فليطع أمر الله، فتركه وذهب إلى سيدنا إبراهيم وقال له يا إبراهيم إن الذي جاءك في المنام هو شيطان وليس رحمن. فقال سيدنا إبراهيم إليك عني يا عدو الله، فوالله لأمضين إلى أمر الله. نعم فإحنا بنرمي الشيطان، ولكن مش الشيطان في الحقيقة، احنا بنجسد صورة للشيطان. الصورة دي بتعطيك انطباع في ذهن حضرتك ان انت لا تسمع كلام الشيطان ولا تسير وراء الشيطان، لان بعض الحجاج حضرتك يعني بيحس ان دي الشيطان حقيقة، ويقوم يضربه بالحذاء او يرميه بالحذاء، وهذا تعنت، لان دي حاجه رمزيه ان ربنا بيقول لك ان الشيطان هو عدو ليك، فانت ما تسمعش كلام الشيطان. فانت صحيح. لما ترمي الشيطان بالحصى معناه ان انت ايه بتاخد عهد بينك وبين ربنا انك لا تسمع كلام الشيطان ولا تسير خلف وساوس الشيطان. الشيطان. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام قال اعظم الايام عند الله يوم النحر، اللي هو نعم. يوم العاشر العاشر من ذي الحجه. نعم. لماذا؟ وما هي رمزية النحر أيضا، وفكرة النحر والهدي والاقتداء بهذه القصة العظيمة لوفاء سيدنا إبراهيم لربه ووفاء ربه به وبابنه؟ نعم، يوم النحر حضرتك نعم. وبيسمى يوم الحج الأكبر، وهو من أعظم الأيام، ويسميه يوم الحج الأكبر لأن بتجتمع فيه أكثر أعمال الحج. يعني حضرتك يوم النحر بنرمي جمرة العقبة الكبرى ب7 حصيات، رقم 2 في ذبح الهدي بالنسبة للقارن والمتمتع، رقم 3 الحلق أو التقصير، رقم 4 طواف الأفاضة. فمعظم أعمال الحج بتجتمع في يوم النحر، ولذلك سمي يوم النحر بيوم الحج الأكبر لاجتماع جميع هذه الأعمال في هذا اليوم. طبعا حضرتك الإنسان في هذا اليوم اللي هو يوم النحر، إن هو بيبدأ إن هو ينتهي من أعمال كثيرة في هذا اليوم، وبيبدأ حضرتك يتحلل من ملابس الإحرام، لأن حضرتك بمجرد إن هو يرمي جمرة العقبة و7 حصيات، انه بعد ذلك ان هو اللي كان عليه هدي وبكون هو دافع صك الهدي قبل ذلك. نعم فهو خلاص بعد ذلك مش هيروح يذبح، هو هيتم نعم. الذبح نيابه عنه، فبيروح هو يتحلل بعد كده.
بيتحلل مباشرة. وحضرتك غير الحاج بيعمل حاجة اسمها الأضحية، والأضحية دي سنة سيدنا إبراهيم، لأن ربنا سبحانه وتعالى فدى سيدنا إسماعيل بكبش من الجنة، لأن سيدنا إبراهيم سارع لتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، وإن هو سلم أمره لله تبارك وتعالى. ومن هنا نقول إن رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن فدى سيدنا إسماعيل بكبش، ونحن نسير على هذه السنة، إن المستطيع إنه يكون بالذبح أضحية وتوزيع على الفقراء والمحتاجين، وإن هذه الأضحية تكون يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها كلها على بعضها كده، تكون في ميزان سنوات هذا الإنسان المضحي. نعم، هل انتهى الحج الآن بعد التحلل؟ هل ينتهي الحج بالنسبة للحاج؟ وطبعا نحن نعرف يعني في آية عظيمة في القرآن للاستعجال أو من كان متعجلا. نعم، إن ربنا سبحانه وتعالى أو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل مناسك الحج رمي الجمرات في منها، ورمي الجمرات إنما يكون في يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، يعني بنرمي يوم العيد لو 10 من الحجة سبع حصاد فقط لرمي جمرة العقبة الكبرى فقط، أما يوم 11 ذي الحجة، يوم 12 ذي الحجة و13 ذي الحجة بنرمي الجمرات الثلاثة، يعني بنرمي في اليوم 21 حصان. نعم، ففي واحد متعجل وفي واحد متم. المتعجل ان هو بيقعد يوم 11 ذي الحجه ويوم 12 ذي الحجه، يعني يوم 11 21 حصاه، ويوم 12 ذي الحجه 21 حصاه، ويخرج لابد انه يخرج من منى قبل المغرب. نعم، لان لو دخل عليه الليل ما ينفعش يخرج من منى، لازم يظل في منى اليوم 13 ويرمي 21 حصاه. ف الحاج في يوم النحر بيعمل اربع حاجات، لان في عندنا حضرتك حاجه اسمها التحلل الاكبر والتحلل الاصغر. نعم، التحلل الاصغر ان هو بيرمي جمره العقبه الكبرى بسبع حصيات، انه طبعا هو عمل الهدي بتاعه. رقم ثلاثة ان هو بيحلق او يقصر. نعم، دي اسمه التحلل الاصغر. التحلل الاصغر، نعم، الاصغر، فيحل له كل شيء الا النساء. نعم، يعني لو كان معاه زوجته بتحج معاه لا يستطيع ان يقترب منها. نعم، اما يخلع ملابس الاحرام، ان هو يقلم اظافره، ان يحط الطيب، ان يعمل كل حاجه كانت محرمه عليه او ممنوع منها عند لبس الاحرام الا ان هو ياتي النساء. نعم، امتى ياتي النساء حضرتك؟ اذا طاف طواف الافاضه. نعم، اللي هو أتى بالأمر الرابع، لو طاف طواف الإفاضة فقد أحل، بيسمى التحلل الأكبر، فيحل. نعم، له كل شيء حتى النساء. طبعا في ناس حضرتك إن هي بتأخر طواف الإفاضة إلى قبل الرحيل، ويجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع. نعم، بنية واحدة. يعني حضرتك بدل ما يطوف طوافين انه يطوف طواف واحد بنية واحدة، وهذا من باب التيسير على الحجاج. فهو إذا كان لم يطف طواف الإفاضة لا يستطيع أنه يقترب من زوجته إلا بعد الانتهاء من طواف الإفاضة. نعم، وطواف الإفاضة طبعا ممكن في أول يوم من أيام العيد. ممكن في أول يوم من أيام العيد، لأن من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم استمحى أن الإنسان ممكن يرمي جمرة العقبة الكبرى مش شرط يوم النحر الصباح، أنا ممكن يمنها ليلة النحر بعد منتصف الليل إذا كان عنده عذر، إذا كان مريض، إذا كان هو راجل بيقوم على خدمة الحجاج فهو بيسرق أنه يرمي جمرة العقبة الكبرى اللي بتترمي يوم النحر الصبح بعد الساعة 12 بالليل، من أجل أنه هو مكلف بأشياء. وإذا كان له عذر من مرض بيعمل الكلام ده، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن للسيدة سودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إن ترمي رمية جمرة العقبة الكبرى سبع حصيات بعد منتصف ليلة النحر. وهذا من باب التيسير. وحضرتك عشان كده بنقول إن الإمام أو الواعظ الذي يذهب إلى هناك مرافقا لحجاج بيت الله الحرام لابد إن يبني مذهبه على التيسير. يعني ولو واحد جه قال لي يا مولانا أنا حلقت قبل ما أمر جمرة العقبة، أقول له صح. واحد قال يا مولانا أنا طفت طواف الإفاضة قبل ما أرمي جمرة العقبة أو قبل ما أحلق أو أقصر. نعم، ففي الحالة دي أقول له صحيح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، عليه قال افعل. نعم، ولا حرج، افعل. نعم، ولا حرج. أنا بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ سامح عثمان من علماء الأزهر والأوقاف، شكرا جزيلا على وجودك معنا. ودعوني أنتقل إلى الأراضي المقدسة
وتحديدا إلى مشعر منى بالأراضي المقدسة التي نتابع هذه الصورة على الهواء مباشرة لرمي جمرة العقبة الكبرى هناك. سيكون معي عبر الهاتف الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. دكتور تقبل الله منك ومن حجاج بيت الله الحرام وكل عام وأنت بخير. كل عام وحضرتك بخير وكل السادة المشاهدين كل الناس بخير وعن الله أن هناك جزءا كبيرا من دعائنا هو بثلاثين لأنه كما يقال أن حب الوطن من الإيمان. نعم. الله سبحانه وتعالى أن تعود هذه الأيام على مصر بخير ويمن وبركات وأن يزداد الله سبحانه وتعالى من يعني بينها بين الشعوب في خدمتها لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وأيضا خدمة مصر لطلبة العلم لأني يعني عندما أرى ما أراه في الحج من هذا التنوع لكل من يأتي من يعني من المشرق والمغرب أنظر إلى مصر وإلى الأزهر الشريف وإلى رعاية مصر لطلاب العلم وإلى الإسلام فأجد أن ما تقوم به مصر ليس ببعيدا عما تقوم به المملكة وأن يعني أخوة المملكة العربية السعودية ومصر تتجلى في هذه الخدمة وهي خدمة. نعم. يعني ضيوف الله. قبل ما ندخل على الخدمة يعني أنا يعني اسمح لي أسألك هذا السؤال، أوصف لي المشاعر، مشاعر الحجاج أمس على عرفات في 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 ظل أجواء من الحر القائض والتبتل إلى الله في هذه الأجواء الصعبة، وصف لي هذه المشاعر، وصف لي المشاعر التي نراها الآن أمامنا على الشاشة الآن للحجاج وهم يرمون جمرة العقبة الكبرى، وصف لي هذه المشاعر يا دكتور. يعني في البداية أقول أن هذه المشاعر لا توصف حقيقة بكلمات، ولكن هذه المشاعر تحسس وهذه المشاعر يشعر بها كل إنسان لديه قلب سليم. ونحن كما تعلمنا في يعني علومنا الأزهرية أن أول أحاديث يتعلمها طالب العلم أولا هي أحاديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم الحديث الثاني وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم الحديث الثالث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات. والحديث الرابع ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم. لذلك هذه الأحاديث الأربعة هي تعبر عن إحساس المؤمن القلبي بهذه المشاعر الإيمانية الخالدة، هذه المشاعر التي من الممكن أن تقف فيها بين شمس تصل حرارتها إلى درجة 50 بيد أنك لا تشعر إلا برضا المولى سبحانه وتعالى وبقربك من الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه المشاعر التي ترى فيها يعني ما تقوم به وبصدق المملكة العربية السعودية من خدمة حجاج بيت الله وخدمة المشاعر المقدسة في كل عام حجم التوسعات وحجم الرعاية ويشمل ذلك الحجاج ليس على مستوى فقط يعني المعيشة العادية ولكن حتى وصولا إلى كبار السن وإلى المعاقين وصولا إلى أصحاب الحاجات وصولا إلى يعني كل هذه الأمور في الحقيقة تجعلنا نقول أن الحمد لله رب العالمين أن الإسلام بخير وأن هذه الأمة لا نبضها ينبض صدق وبحب الله سبحانه وتعالى وبحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تجلى في هذه الآونة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة متراحمة لأنه لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا لأمة ليس بينها رحمة أن ترى المشهد الذي تراه في عرفات الله أو في النفرة عندما تنزل من عرفات الله إلى مزدلفة أو عندما تبيت في مزدلفة وتصل إلى منى. كل هذه الأعداد تتحرك في توقيت واحد في لحظة واحدة في وقت واحد لتذهب إلى مشاعر واحدة لتؤكد أنه كما قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما قلت لكم وكما كان عنوان رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمهم من في السماء. هذه الرحمات تتجلى
في هذه المشاعر، يتجلى أيضا في هذه المشاعر أمرا في غاية الأهمية، وهو أمرا حسنه الإسلام وحض عليه، أن مساعدة الآخرين ومساعدة الآخر أهم حتى من أدائك لنفسك في المشاعر. لأنه نتذكر أن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كان سيدنا عبد الله بن عباس يعتكف في مسجد رسول الله، وذهب له إنسان يطلب منه قضاء حاجة فخرج من اعتكافه، فقالت له بعض الصحابة: يا ابن عباس، أتقطع الاعتكاف وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لقد سمعت من صاحب هذا المقام كلام وما هو بعيد، أنه من سعى في قضاء حاجة أخيه قضاها أو لم يقضها خير من اعتكف في مسجد هذا 10 أو شهر أو في روايات 10 سنين، خير من اعتكف في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ليؤكد أن استيعاب المسلم لأخيه المسلم وقيام المسلم بخدمة أخيه المسلم وتحمله هذا أمر تعبدي. يا أخي الكريم، أن ما نشاهده في هذه المناسك وفي هذه النسك يؤكد علينا رسالة خالدة لهذا الدين القائم، وهي أن مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا التكافل الإيماني وهذا التكافل البدني والروحي الذي يحدث على عرفات الله، لذلك تجد نفسك وأنت على عرفات الله وأنت في المشاعر دائما ماذا تقول؟ تقول أنك تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى، عندما تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ليؤكد على أن النداءات الثلاثة الحمد وشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وأنه وحده لا شريك له، كما قال الله سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب: نعم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، نعم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فتتجمع النعم الثلاثة في هذا النداء الذي يسلم الإنسان فيه قلبه وعقله وجسده إلى الله، لذلك لا يرى إلا بنور ربه سبحانه وتعالى، ولا يشعر إلا بما أمر به سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تقبل الله منك ومن كل حجيجي هذا العام وكل عام، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بالحج، نحن وأسرة برنامج قناتنا وقناة النيل الأخبار، كل من يتمنى الحج أن يرزقه الله بزيارة بيت الحرم والحج. بشكرك فضيلة الشيخ عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وما زلنا معكم مشاهدينا الكرام نتابع على الهواء مباشرة الآن حجيج بيت الله، وهم في مشعر منى ترون هذه المساحة الكبيرة من الخيام المجمعة بتنظيم هائل وبديع حقيقة من السلطات السعودية لتنظيم الحج. نتابع معكم هذه اللقطات الحية، ثم بعدها ننتقل إلى ملفنا الآخر في غزة في العيد. ملف الحج ننتقل إلى غزة
وما زالت الحرب الإجرامية الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة للشهر التاسع على التوالي. مر عليهم شهر رمضان المبارك، مر عليهم عيد الفطر، والآن نحن في عيد الأضحى، والغزيون لا يحتفلون بهذه الأعياد ولا يمارسون طقوسهم الدينية بأريحية وبحرية كما يفعل الناس حول العالم، لأن هناك احتلالا قرر أن يمنعهم من ممارسة حقوقهم الإنسانية. وهذا الاحتلال الغاشم وهذا الاحتلال الإجرامي الذي ارتكب آلاف المجازر من وهي الأبشع في التاريخ الحديث يعني بشهادة حتى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وما زالت هذه الحرب حرب الإبادة الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وسط صمت دولي تجاه كل تلك المجازر الأبشع في التاريخ وجرائم الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الكراهية وهذا العدوان المستمر، وما زال ملايين المسلمين بينما يذبح ملايين المسلمين الأضاحي حول العالم، فإن أهالي غزة بالكاد لا يجدون من الأساس اللحوم في الأسواق منذ عدة أشهر، بالإضافة لتحذيرات كل مؤسسات الأمم المتحدة من الأوضاع الإنسانية المتردية الكارثية في غزة. دعونا نخرج لهذا التقرير ثم نبدأ بعده هذا الملف. بينما يحتفل الملايين حول العالم بعيد الأضحى، تطل هذه المناسبة مريرة على أهل قطاع غزة. موت ودمار وغضب، عيد مخضب بالدماء في غزة. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أكد أن كثيرا من السكان في غزة يواجهون مستوى كارثيا من الجوع وظروفا شبيها بالمجاعة، كما شدد على أن أكثر من 8000 طفل دون سن 5 تم تشخيصهم وعلاجهم من سوء تغذية بالغ، من بينهم 1600 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. يشار إلى أن تدفق المساعدات الأمم المتحدة للقطاع المدمر تعطل بشكل كبير منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبية قطاع غزة، وهي المعبر الرئيسي للقطاع. العديد من الدول العربية والغربية حثت إسرائيل من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية، بينما حذرت العشرات من وكالات الإغاثة الأممية من أن المجاعة وشيكة. فبعد نحو 9 أشهر من العدوان الإسرائيلي الوحشي، لم يتبقى في القطاع الفلسطيني المحاصر سوى الدمار وأكثر من 37,000 شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، فضلا عن الغضب المتصاعد بين الفلسطينيين، إذ لم يبقى بناء لم يطله الخراب في غزة، ولم ينجو بيت أو عائلة من خسارة أحد أفرادها جراء القصف الإسرائيلي الغاشم، ما دفع العديد من أهالي القطاع إلى التعبير عن سخطهم وغضبهم من إسرائيل. ولنتابع في هذا الملف الأوضاع في غزة الآن، وآخر الأوضاع السياسية أيضا داخل إسرائيل التي ما زالت يعني قادتها يسيرون بحماقة ويسيرون بتعنت ضد أهالي غزة. سينضم إلي من القدس السيدة رتيبة النجفة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلية. سيدة رتيبة، تحياتي وأهلا بك، كل عام وأنتم بخير. أنت بخير وجميع الشعب المصري بخير. نعم. وإن شاء الله ينعاد علينا جميعا بهدات البال يا رب. يعني مش هقدر اقول لك اوصفي لي الاوضاع في غزه، لان احنا كلنا شايفين الاوضاع وعارفين الاوضاع، ولكن ده العيد الثاني بعد كمان شهر فضيل زي شهر رمضان، وعيد الاضحى يمر ايضا، وقطاع غزه لا يجد الفرحه ولا يجد ما ياكله الناس هناك. يعني نعم، اولا عيد الاضحى يتميز بوجود الاضاحي كاحد الشعائر الدينيه ونوع من انواع الاحتفال بهذا العيد. الاضاحي مختفيه في قطاع غزة تقريبا، تكاد تكون معدومة الحصول عليها، وبالتالي حتى أداء الشعائر الدينية أصبح محرم على أهالي قطاع غزة، ليس بحرمانهم هذا العام فقط من تأدية مناسك الحج، وإنما أيضا تعدى ذلك إلى حتى محاولتهم الاحتفال بالشعائر الدينية المتعلقة بالأضاحي وغيرها من هذه الأمور.
الوضع في قطاع غزة يتجه إلى اللا معلوم في ظل هذه الحكومة الإسرائيلية المتعنتة التي لا يوجد لها رز إلى أين سنتجه، حتى يعني كل ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، الأعمال الإغاثية وغيرها، كلها أمور دائما يعني ضمن تخطيط المجهول واللحظة وإصدار اللحظة في قطاع غزة. السكان يستطيعون حتى الاستقرار في خيمة النزوح، هم ينزحون من مكان إلى آخر بحثا عن مكان آمن. هذه أجواء العيد في قطاع غزة لهذا العام، وطبعا الأجواء حتى في الضفة الغربية والقدس ليست أفضل حالا من هذه الحالة. طيب دعيني أنتقل إلى الداخل الإسرائيلي وحالة التخبط التي تعيشه إسرائيل، ويجب أن نحيي المقاومة على أنها أجبرت جيش الاحتلال على وقف أعمال القتال كما أعلنوا بشكل تكتيكي بعد قتل 8 جنود لهم في عملية للمقاومة. وهذا التخبط في رأيك، يعني دعينا نأخذ الجزء الأول، وهو كيف تقرأين بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف العمليات بشكل تكتيكي كما يقولون؟ لا أفهم معنى وقف العمليات بشكل تكتيكي حتى هذه اللحظة، منذ 9 شهور حتى اليوم نحن لا نفهم أصلا طبيعة التكتيك الذي يعمل عليه الجيش الإسرائيلي. هو متخبط عملياته وفي أهدافه بشكل دائم، حتى مؤشرات من يعتبرون في كابينة الحرب يعني كانت تتحدث ضد قرارات الحكومة السياسية التي تتخذ إجراءات في الحرب غير مفهومة وتؤدي إلى الكثير من الخسائر حتى على الجانب يعني البشري وعلى الجانب الاقتصادي والعسكري في إسرائيل. وبالتالي لا أفهم إذا كان فعلا لديهم تكتيكات أو هم يعملون. يعني نتنياهو تحدث أنهم ماضون في الحرب الشمال. يعني نتنياهو تحدث أنهم ماضون في الحرب رغم فداحة لديه مصلحة. نعم. بنيامين نتنياهو لديه مصلحة شخصية في استمرار هذه الحرب حتى لو ضحى بأعضاء من كابينة الحرب تبعه، كما استقال قبل أسبوعين يعني بن جانس وأيضا جالنت من هذه بن جانس من كابينة الحرب. كان هناك تهديد في حل هذا كابينة الحرب، ومع ذلك لم يرتدع بنيامين نتنياهو. كل المؤشرات من الخبراء العسكريين في إسرائيل تحذر من جبهة الشمال، تحذر من الاستمرار في رفح، ولكن هو لا يأخذ بالتكتيكات الناس أصحاب الخبرة في المجال العسكري عندما يتخذ قرارات متعلقة في هذه الحرب. وبالتالي عندما يتحدث بنيامين نتنياهو عن النصر أو عن تكتيكات حربية في اجتياح رفح، هو تحدث عن تفاهات ليس أكثر من ذلك، ويتحدث عن تجربة ويعني مماطلة في الوقت والشراء من مزيد من الوقت حتى يبقى في منصبه السياسي. هو لا يتحدث عن تكتيكات عسكرية مفهومة لأي خبير عسكري ممكن أن يتحدث أن هذا التكتيك والله هو يحسم المعركة في غضون شهر أو شهرين أو حتى عام. هذه المعركة عشوائية تدار بنوايا شخصية وذاتية ومصالح ذاتية هذه الحكومة، وليست ضمن لا حتى معايير الخسارة الاقتصادية ولا البشرية لدولة إسرائيل أولا يعني، وليس فقط لدمار المنطقة وتوتير كل المنطقة والدخول في جبهات جديدة قد تفتح إذا استمرت الحرب في الشمال على جنوب لبنان. طيب حالة التخبط ما زالت تعيشه داخل إسرائيل، خاصة بعد أن ظهرت بارقة أمل بخطة إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطة وقف الحرب، وقال أن إسرائيل هي التي قامت أو أخرجت هذه الخطة، ثم نجد تخبط من الكابينت الإسرائيلي ومن داخل إسرائيل ومن خارج إسرائيل يتحدثون، حتى يعني الساسة الأمريكيين نفسهم يتحدثون ضد بعضهم البعض. هذه الخطة إلى أين، وكيف ترين إلى أين وإلى متى ستظل هذه الحرب، ومتى تقف الحرب فعليا؟ الدعاية الأمريكية والإسرائيلية تريد أن تدفع العالم للاقتناع بأن المقاومة الفلسطينية هي من تمنع التوصل إلى حالة وقف إطلاق النار ووقف هذه الحرب، وتعطي مجال من النافذة الوقت لبنيامين نتنياهو للاستمرار في عشوائيته في هذه الحرب. ليس إلا نحن نعلم على لسان يعني وزير الخارجية الإسرائيلي وممثل إسرائيل في الأمم المتحدة أن إسرائيل كانت منغمسة تماما في صياغة هذه الصفقة الأخيرة، ثم تحدث بنيامين نتنياهو إلى يعني المجلس الوزاري مطمئنا بأنه وضع بعض الشروط التعزيزية التي ستجعل من عقد هذه
صفقة مستحيلة. وعندما عرضت الصفقة تعاملت معها حتى المقاومة الفلسطينية بإيجابية، ولكن أكدت على النقاط الملغومة أو غير المفهومة وغير الواضحة الضبابية التي تعتمد عليها إسرائيل في محاولة توضيحها، بمعنى تفسير معنى مثلا وقف إطلاق النار، هل هو وقف إطلاق النار يستمر المستدام بمعنى إنهاء الحرب والانسحاب من الجيش الإسرائيلي، أم هو وقف إطلاق النار مرتبط بهذه المرحلة، ولماذا لا تكون المراحل مرتبطة مع بعضها البعض؟ الجانب الفلسطيني وافق على المبادرة المصرية في شهر أيار، وكانت يعني ليست بعيدة جدا لا عن قرار الأمم المتحدة الأخير ولا بعيدة أيضا عن المراحل التي طرحها بايدن. ولكن بنيامين نتنياهو دائما يبحث عن تفاصيل، يعني كما نتحدث بالعامية أنه الشيطان يكمن في التفاصيل، وهو دائما يبحث عن تفاصيل جدلية، يعلم أنه لا يمكن للمقاومة الفلسطينية الموافق عليها، وليس فقط المقاومة الفلسطينية، ولا يوجد أي فلسطيني في قطاع غزة أو خارج قطاع غزة ممكن أن يوافق على أي صفقة لا تضمن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية. نحن لا نبحث عن هدنة إنسانية فقط واستعادة الحرب ما بعد هذه الهدنة الإنسانية، نحن نريد إنهاء هذه الحرب بشكل واضح وصريح، ودون وجود ضمانات لإنهاء هذه الحرب سيكون كل الحديث عن الصفقات هو مجرد شراء للوقت ومجرد تراهات يعني تطرح لي يعني استنزاف الوقت واستنزاف البشر في نفس الوقت. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا السيدة رطيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني والأهلي، كنت معي عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا لك، ونتمنى الخير دائما لأهلنا في فلسطين. ومشاهدينا الكرام، انتهت هذه التغطية المباشرة، نشكركم على حسن المتابعة، كل عام وأنتم بخير.